اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. عايز اقول لحضراتكم برضو تشكيل فريق سان داونز لهذه المباراه. في حراسه المرمى دينيس اونيانجو، خط الدفاع انيل نكونجا وواين الدنسي وريكاردو ناسكيمونتو وتيبيجو لانجيرمان، وخط الوسط كيكانا وسامويل مابوندا، الثنائي ثابيو ميرينا وسياندا زواني، وفي الهجوم جاستون سيرينيو وليبو هانج مابوي. ده تقريبا التشكيل اللي احنا قلناه لحضراتكم منذ قليل مع دكتور احمد ثابت باستثناء واحد.